أسعد المفاجآت اللي حصلت لي في حياتي والله، وإن شاء الله ده بداية لمهرجانات كتير جدا جدا ولأنوار تملى مسارحنا كلها. السنة دي أعتقد المهرجان هيكون قوي جدا، العروض اللي داخلة من البيت الفني المسرح قوية جدا، من الهناجر قوية جدا، من مركز الإبداع قوية جدا، ومن أماكن أخرى أعتقد إنها حاجات يعني لو تابعتوها هتعرفي إن المسرح بخير. رئاسة الفنان أحمد عبد العزيز دي حاجة مهمة جدا، لأن ده فنان ملتزم، فنان بيحب المسرح، بيحب التمثيل، جدي في شغله، فأنا متأكدة أنه هو هيرجع المسرح زي الأول وأحسن مليون مرة. شيء جميل أن احنا كمسرحيين نلتقي في هذا العرس وفي هذا الفرح، نشارك ونفرح مع المكرمين، نتابع إفراز وإبداع الجيل الجديد، في نهاية الدورة نشارك في تكريم الناس اللي هتفوز، لأن ده في النهاية بيؤكد على سلامة توجه المسرح المصري، وإن هناك دماء جديدة بيتم دفعها لشرايين هذا المسرح. مهرجان أهم ما فيه هو تكريم الشخصيات الموجودة النهاردة اللي هم أساتذتنا وزملائنا، وده حاجة عظيمة جدا يعني.